اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، والبدايه بالعناوين. رحله استغرقت 4 ايام لمواطن سافر مع اسرته بدراجه ناريه من الحديده الى مارب. تجار يسارعون الى بيع الاسلحه المنهوبه من احداث عدن الاخيره. وفي أخبارنا المنوعة هذا اليوم، دولة تشجع مواطنيها على الإنجاب بإعطائهم 10,000 يورو لكل مولود. قصة هروب أسرة من تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في الحديدة وصولا إلى مارب، نطالع تفاصيلها من موقع الصحوانت. رحلة مواطن من الحديدة إلى مارب على دراجة نارية مع 6 من أفراد أسرته. وصف الموقع حادثة هروب عبد الله بأنها قصة نجاح مواطن من أبناء الحديدة يفر بأولاده وعددهم 6 على دراجة نارية، وقد سافر بهم لمدة 4 أيام متواصلة من الحديدة إلى مارب. عبد الله مواطن من الحديدة وأب لستة أبناء، أصغرهم لم يتجاوز عمره 1.5، لم يكن أمامه غير دراجته النارية، فاستقلها مع زوجته وأبنائه فرارا من الموت إلى المصير المجهول تحت أشعة الشمس الحارقة والرياح المتقلبة وعقبات الطريق. يقول عبد الله عقب وصوله مارب: أتينا من الحديدة على دراجة نارية، أتينا نمشي رويدا رويدا لمدة 4 أيام حتى وصلنا إلى مارب. بعد الوصول اتخذت الأسرة هيكل سيارة قديمة سكنا لهم، ووضع عليها أقمشة لتحجب أشعة الشمس وبرودة الليل. ووفقا للصحوانت، فقد قام ائتلاف الإغاثة والبناء بمديد العون للأسرة، وتم عمل خيمتين وملحقتها. الأسلحة التي تم نهبها عقب انقلاب أغسطس في عدن بدأت بالظهور، ووفقا لعدن الغد، عرض أسلحة متوسطة وثقيلة نهبت خلال أحداث عدن الأخيرة للبيع. ويقول الموقع نقلا عن وسطاء محليين يعملون في تجارة السلاح في مدينة عدن أن كمية هائلة من السلاح التي نهبت من المعسكرات في عدن خلال الأحداث الأخيرة عرضت مؤخرا للبيع. وقال أحد الوسطاء أن السلاح المتوسط والثقيل عرض للبيع على تجار أسلحة من محافظات مأرب والجوف وحضرموت، وقال أن هناك حركة متسارعة لعمليات البيع تمت لعدد كبير من الأسلحة المتوسطة والثقيلة والدوريات تمت خلال الأيام القليلة الماضية. وتحدث الموقع عن عمليات نقل للأسلحة عبر محافظات مجاورة لعدن صوب محافظتي البيضاء وشبوة. سيذكر التاريخ أن جائحة الحوثي هي أسوأ ما حدث لليمن ولليمنيين على مر العصور الإمامة المتعاقبة بتاريخها الأسود. هذا ما كتبته فكرية شحرة في مقالها المنشور في الصحوة نت. رغم قيام الأئمة بارتكاب المجازر والتهجير بحق اليمنيين، إلا أن هذه الحقبة تبدو الأعنف والأوسع أثراً في نشر فكرهم وسلطانهم، والأقوى تخطيطاً من حيث التهجير القسري والنزوح الاضطراري. فنزوح أكثر من 3 ملايين يمني من أماكن سكنهم لأخرى كما هو مصرح به لدى المنظمات يحدث بطريقة مدروسة ومنظمة، وما غفلت عنه الإحصائيات أعظم. الحوثية تعمل بهدوء على مدار سنوات الحرب من أجل نشر فكرها تحت ظل الترهيب والترغيب وخلق جيل مشوه بخرافات لا علاقة لليمنيين والدين بها. تتبع الحوثية سياسة التغيير الديمغرافي الطائفي بطريقة لم تعد خفية على أحد. يعملون جاهدين على تمزيق اليمن طائفياً بعد أن عاش هذا الشعب ردحاً لا يعرف للطائفية باب. أولاً بتضييق الخناق على الناس فيلجؤون للنزوح خوفاً على حياتهم أو تجنباً للاصطدام بفكر الحوثية بخلاف نازحي المناطق المنكوبة بالقصف. محاولة تقسيم اليمن على أساس طائفي هو المسعى الرئيسي من هذه الحرب، ويظل التهجير القسري هو أخطر أشكال هذا التغيير الديمغرافي منذ عمليات التهجير في صعدة ودماج ومروراً بمثيلاتها في عمران وتعز كما حدث في الوازعية، وما يحدث من تهجير وملاحقة للمعارضين في مناطق سيطرتهم، كما أنهم استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي فيما يعرف بالحزام الأمني للعاصمة في صنعاء
ومنح الحوثي أتباعه ملايين من الكيلومترات خصصها للمقاتلين في صفوف الحركة كمجمعات سكنية في أكبر عملية توطين وتغيير في ديموغرافية السكان بغرض السيطرة على العاصمة وقمع أي وجود للمعارضة داخلها. لن نستفيق من غفلتنا إلا وقد انقسم الشعب اليمني إلى طائفتين لا تمثلان أحزاباً سياسية، بل طائفتين مذهبيتين تعمل كل طائفة على إبادة الأخرى. منذ تأسست في العام 1945 لم تتعرض الأمم المتحدة للإهانة في بلد من البلدان كما حدث لها في اليمن على يد جماعة الحوثي. يقول المصدر أونلاين والذي عنوان طرد موظفين من صنعاء والشتم واحتجاز آخرين الأمم المتحدة في مرمى الإهانات الحوثية. قبل أسابيع طردت ميليشيا الحوثي ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبد من مطار صنعاء بعد دقائق من هبوط الطائرة التي كان على متنها. وكان طرد هذا المسؤول الأممي الرفيع بعد أيام على صدور تقرير لجنة الخبراء والذي سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ومنها العنف الجنسي ضد النساء في معتقلاتهم. هذا الإجراء من قبل الحوثيين ليس الأول ولن يكون الأخير. جاء الطرد بعد أن أقدم زعيم التمرد الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي مرارا على مهاجمة هذه المنظمة ووصفها بأنها أداة في يد واشنطن. على أرض الواقع تتحدى جماعة الحوثي المجتمع الدولي ولا تقيم وزنا للقوانين الدولية، يتجلى ذلك في تعاملها مع الأمم المتحدة وممثليها والمنظمات التابعة لها، منع واعتقالات يعقبها أحيان سماح وإفراج بمقابل. وتعترف المنظمات الأممية بهذه الإساءات لكنها ترفض نقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن ولا زالت تعمل من صنعاء تحت إشراف ميليشيا مسلحة. إشكالية تحديث الدولة والقبيلة في اليمن، تحت هذا العنوان كتبت ميساء شجاع الدين مقالها المنشور في العرب الجديد مضيفة في أجزاء من المقال. في الحالة اليمنية حيث لم تنضج فكرة الدولة الحديثة ولا يزال الجميع أسرى فكرة حكم الفرد، فالأمر يحتاج بعض الابتكار للخروج من المأزق. هناك نموذجان في التعامل مع القبيلة في اليمن، أحدهما صدامي دموي في اليمن الجنوبي قام به وبحماسة الرئيس سالم ربيع علي، وهو أيقونة مثيرة للجدل لدى المثقفين الحداثيين في اليمن. وقد جاءت تلك التجربة الصدامية في سياق نظام ديكتاتوري، ويمكن القول بوضوح أنها فشلت بدليل الصراع المناطقي الذي انفجر في حرب 1986 في الجنوب، وكشف أن تقويض البنى التقليدية المجتمعية بالقوة لا يعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة تحديث المجتمع والدولة، بل قد يعني انهيار الدولة وعدم قدرة المجتمع على تفادي الصراع أو تخفيف حدته بالأدوات التقليدية المعتادة. في الشمال تمت مهادنة القبائل، بل أنها صارت فوق الدولة ليس بسبب قوة القبائل التي ضعفت بنيتها، سواء بسبب تدخل الدولة ممثلة برئيس الجمهورية بكل ما يملكه من إمكانات استثنائية ومغريات في اختيار المشايخ وإثارة المشكلات بينهم لكي يخضعوا له في نهاية المطاف، إضافة إلى تغير عقلية بعض أبناء القبيلة ممن تعرضوا للتعليم والمدنية. وفي الواقع كان تغول القبيلة في الشمال أمراً لا علاقة له بسياسة الفوضى التي كانت تدار بها البلد في عهد الرئيس السابق صالح، أكثر من كونه أمراً متعلقاً بالقبيلة ذاتها التي انكشف ضعفها الآن مع تمدد الحوثي وسيطرته. في الحالتين لا زالت القبيلة إشكالية، فهي تكوين اجتماعي استغرق مئات السنوات حتى تشكل، ولا يمكن تقويضه ببساطة من دون الأخذ بالاعتبار الأبعاد التنموية للمناطق القبلية الأكثر فقراً والأبعد عن كل أشكال العصرية، كذلك البعد الاقتصادي في مناطق محدودة الموارد وتحتاج لهذا الشكل القبلي حتى تستطيع توزيع هذه الموارد المحدودة من دون اقتتال، أو ربما تحتاج لقتال غيرها حتى تتمكن من موارد أخرى.
في جولتنا اليومية بين الصحافة الفرنسية نطالع ما جاء في صحيفة لوموند حول اتفاق جدة، وعنونت الصحيفة اتفاق بين الحكومة والانفصاليين في جنوب اليمن. وتقول الصحيفة أن الحكومة والانفصاليين توصلوا لاتفاق برعاية السعودية بشأن تقاسم السلطة في الجنوب لإنهاء الصراع. وأكد تقرير للصحيفة ترجمة لصالح قناة بلقيس سيتم التوقيع في موعد لا يتجاوز الثلاثاء القادم بحضور الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. ووفقا لمصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، لقد وقعنا النسخة النهائية للاتفاقية وننتظر التوقيع المشترك في غضون أيام قليلة. تضيف ليموند كان الانفصاليون في الجنوب متحالفين أصلا مع القوات الحكومية في الحرب التي خاضوها منذ العام 2014 ضد المتمردين الحوثيين من الشمال والمدعومين من إيران. ومنذ عام 2015 ينشط تحالف عسكري تقوده الرياض وحلفائها وخاصة الإمارات في اليمن لمحاربة هؤلاء المتمردين الذين استولوا على مناطق كاملة بما في ذلك العاصمة صنعاء. أما عدن في الجنوب فقد أصبحت المقر المؤقت للسلطة التنفيذية، لكن جبهة جديدة في الحرب انفتحت بين القوات الموالية للحكومة والانفصاليين الذين طالبوا بالاستقلال عن الشمال وسيطروا على عدن. وقد حدث اقتتال مميت في الأشهر الأخيرة بين المعسكرين، ما أدى إلى تفاقم الوضع المأساوي بالفعل للمدنيين في بلد تسببت فيه الحرب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. رفعت علم بلادها وكانت فخورة بذلك، لكنها لم تعلم أن بلادها تعد حكما لإعدامها. هذه إيران كما قالت الجارديان البريطانية، حيث سلطت الضوء على قضية ملكة جمال إيران المحتجزة في مطار في الفلبين وتحاول الحصول على حق اللجوء فيها لأنها مستهدفة وقد تتعرض للإعدام حال عودتها لطهران. نقلت الجارديان عن بهاري زار بهاري قولها أنها تخشى على حياتها، فقد يحكم عليها بالإعدام بسبب مواقفها السياسية ودعمها لمعارضين إيرانيين في السابق. وقد لفقت السلطات الإيرانية تهمة لملكة الجمال الإيرانية واتهمتها بالاعتداء على مواطن إيراني وضربه في الفلبين. السلطات الفلبينية أوقفتها بسبب طلب تقدمت به السلطات الإيرانية إلى الإنتربول. وكانت ملكة الجمال الإيرانية السابقة قد رفعت صورة لشاه إيران السابق رضا بهلوي في مسابقة لملكات الجمال لأنها تراه بطلا سعى لبناء دولة ديمقراطية بعيدة تماما عن رجال الدين، وقد تتعرض للإعدام أو للسجن مدة 25 عام على الأقل في حال وصلت إيران. معنى التوقيت تحت هذا العنوان كتب سمير عطالله مقاله المنشور في الشرق الأوسط. الاستقالة في السياسة باب من أبواب الكرامة، عندما يستقيل المسؤول بسبب خطأ أو تقصير أو عجز يعني ذلك أنه يعرف معنى المسؤولية ويدرك بعدها الأخلاقي. وزير الدفاع البريطاني جون بروفوميو ورد اسمه في فضيحة جنسية فاستقال، والخبر ليس هنا، الخبر أنه أمضى بقية عمره متطوعاً في العمل الاجتماعي تكفيراً عما فعل حتى لحظة وفاته. المصادفة أن الرجل الآخر كان أيضاً وزيراً للدفاع المستر جونثان إتكنز. دخل إتكنز السجن بتهمة قبول رشوة من محمد الفايد، وفي السجن كان يمسح البلاط وينظف الحمامات عندما يجيء دوره في ذلك. عندما انتهت مدة عقوبته دخل سلك الكهنة لكي يخدم في السجون، وكلما أفكر فيه أفكر في عظمة الندم، وأفكر في السياسيين اللبنانيين والعرب الذين وردت أسماءهم في مئات السرقات والنهب والاحتيال. رؤساء إسرائيل ورؤساء وزرائها دخلوا السجون وخرجوا من السياسة بلا عودة. بدأت الانتفاضة الحالية في لبنان تحت شعار ضريبة الواتساب التي فرضها وزير الاتصالات محمد شقير الذي يشغل للمرة الأولى منصباً حكومياً. طبعاً هناك ألف سبب آخر. أي فكر سياسي بسيط كان يقضي بأن يسارع محمد شقير إلى الاستقالة لكي يشعر الناس بأن الحكومة تدرك معنى العسر الذي تمر به البلاد، لكنه لم يفعل معتقداً أنها مظاهرة وتمر. أعتقد أن استقالة وزير الواتساب في لحظتها كانت ستلجم قليلاً من الاندفاع الجماهيري، أما الآن فلم تعد الناس ترضى بأقل من استقالة الحكومة كلها، وسوف تضع شروطاً صعبة على تشكيل الحكومة المقبلة. وأتمنى مثل كل لبناني ألا تعاند الدولة هذا المد العفوي، وألا تشعر بالهزيمة في تلبية بعض رغبات الناس، وإلا
فإن البديل هزيمتنا جميعاً. المسألة هي الأسباب البعيدة. في العام 2013 قرر المسؤولون ببلدية الاستيغارفي، والتي تعد واحدة من أصغر البلديات في فنلندا، أن يتخذوا خطوات جادة للتصدي لظاهرة تراجع معدلات المواليد والانكماش السكاني بهذه البلدة التي لم يولد فيها إلا طفل واحد في العام الذي يسبقه، ولذلك بدأت بالبحث عن حلول. ووفقا للبي بي سي، الدولة التي تشجع مواطنيها على الإنجاب بإعطائهم 10,000 يورو لكل مولود. ووضعت البلدية خطة حوافز أطلقت عليها منحة المولود، التي تمنح بموجبها لكل ساكن 10,000 يورو عن كل مولود جديد. وقد آتت الخطة ثمارها، فمنذ إقرار البرنامج سجل نحو 60 مولود في البلدية، في حين أنه في السنوات 7 السابقة لم يسجل فيها سوى 38 مولودا في بلدة يقل عدد سكانها عن 800 شخص. تطبق فنلندا برامج عديدة لدعم الأسرة، منها صندوق الطفل الذي تقدمه للأبوين قبل موعد الولادة، ويتضمن جميع مستلزمات الطفل وألعابه، بالإضافة إلى إعانات مالية شهرية للطفل وإجازات أمومة وأبوة تصل إلى 9 أشهر. لا غنى عن جهاز الهاتف النقال وعن التكنولوجيا التي تحيط بنا في كل مكان. علماء نفس يحذرون من أن وضع الهاتف على الطاولة في انتظار اتصال بشأن العمل مثلا يمكن أن يضر بصحتك وبعلاقاتك الاجتماعية. وعنون موقع الدي دبليو الألماني: لا تكن عبدا لهاتفك وأغلقه متى ما يجب إغلاقه. يقول الموقع: هناك طرق للتخلص من ضغوط العمل التي تلاحقنا حتى ونحن في المنزل. ويقول الموقع: أن تكون في حالة استعداد دائم للعمل حتى وأنت في المنزل بين أسرتك أو في الطريق أو حتى خلال العطلة، أمر يمكن أن يتسبب في اضطراب وإخلال في صحتك وفي علاقاتك داخل الأسرة، ويمكن أن يؤثر على العلاقة مع الزوجة والأطفال بشكل مباشر. وحسب ما نشرت دراسة مشتركة ألمانية هولندية في علم النفس، فإن التكنولوجيا التي تسهل علينا أعمالنا وحياتنا يمكن أن تكون قاتلة لنا أيضا. فأن تكون تحت الطلب للعمل بأي ساعة من يومك، سواء من مديرك أو حتى من نفسك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل جمة. لا يمكن تقديم حلول سحرية لمشكلة علاقتك مع هاتفك المحمول الذي يصاحبك طوال اليوم وعند كثيرين حتى في الفراش، بيد أن بعض علماء النفس يقولون: لا تمنح هاتفك فرصة لأن يتمكن من عقلك، عش حياتك بعيدا عنه قدر الإمكان، فأنت لست آلة. الأحداث كما وثقتها الجارديان البريطانية نستعرضها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. صحيح أن الرسوم قد تعبر عما بداخل صاحبها، لكنها تترجم أيضا أحداثا وتسرد قصصا وتوصل معاناة. نتابع شيء من ذلك في جولتنا اليوم مع رسوم الكاريكاتير. بهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.